تشارك مملكة البحرين للمرة الأربعين في منتدى أصيل الثقافي الدولي الذي عقد برعاية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة. وافتتحت هيئة البحرين للثقافة والأثار باكورة مشاركتها في المنتدى، حيث قدمت معرضا فنيا ودشنت كتابا يلخص 40 عاما من المشاركة البحرينية في هذا المنتدى، وذلك بحضور معالي الشيخ مي بنت محمد آل خليفة رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار، ومعالي السيد محمد بن عيسى وزير الخارجية المغربي الأسبق والأمين العام لمنتدى أصيلة. وبهذه المناسبة قالت معالي الشيخ مي إن البحرين تشارك في هذا الموسم الثقافي العريق تعزيزا للحراك الثقافي العربي، مستفيدة من تجربة منتدى أصيلة في استثمار الثقافة لصناعة تنمية مستدامة تحقق التغيير الإيجابي في أوطاننا العربية التي نريدها أن تكون جزءا من المشهد الثقافي الإقليمي والعالمي، مؤكدة أن الرهان سيبقى على الثقافة كوسيلة لتعزيز الهوية الوطنية والترويج للصورة الحقيقية للعالم العربي. وبدوره توجه معالي السيد محمد بن عيسى بالشكر إلى مملكة البحرين وجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وذلك للدعم المستمر لمنتدى أصيلة، قائلا إن البحرين حضرت منذ بدايات الموسم عبر نخبها الثقافية والفنية لتساهم بالنشاط الإبداعي والفكري والعلمي في المنتدى. وأشاد معاليه بجهود معالي الشيخ مي بنت محمد آل خليفة لتعزيز الحراك الثقافي في المنتدى. ويأتي معرض 4 في 4 فنون من مملكة البحرين ليعكس الموروث العريق لمشاركات البحرين في موسم أصيلة الثقافي، ويقدم المعرض 4 من الفنانين الرواد من المملكة الذين تركوا بصمة واضحة في المشهد الفني البحريني. الأصيلة التي تمتاز كل عام بموسمها الجميل، مجيء 4 من فناني البحرين لكي يقدموا ما عندهم إلى جانب تدشين كتاب عن تجربة الفنانين البحرينيين في أصيلة منذ بدايتها الأولى، وتردد كثير من الأسماء من فنانين البحرينيين وفناناتها. يجمع هذا الكتاب كل ما قدمته أصيلة البحرين ومشاركة البحرينيين في هذا المنتدى الثقافي الجميل.